مساء الخير، برحب بحضراتكم. احنا موجودين معاكم من مقر مجلس الوزراء، هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هنشرح للمواطن بشكل بسيط يعني ايه وثيقة سياسية ملكية الدولة، ازاي هيتم تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية. مواضيع كتيرة جدا هنفهمها، ازاي ده هيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ازاي هنقدر ان احنا نوفر عدد من فرص العمل، دور هنا القطاع الخاص وغيره من الأسئلة اللي ناس كتيرة جدا عايزة تعرف إجابتها. معنا طبعا ضيفتنا دكتور جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. برحب بحضرتك. أهلا بك. بدأنا الفترة الأخيرة نسمع عن هذه الوثيقة، وثيقة ملكية الدولة طرحت للحوار الوطني، وفي أسئلة كتيرة جدا بتدور في الأذهان. أولا بشكل مبسط جدا، إيه هي الوثيقة دي؟ أهميتها ولماذا الآن؟ أوكي. هي الوثيقة بشكل مبسط بتقول لنا زي كده خارطة الطريق للمرحلة القادمة، هي الشكل الاقتصاد بتاعنا هيبقى عامل إزاي، أو شكل الاقتصاد بتاعنا هيكون إزاي. الوثيقة بتبين لنا الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة فيها الدولة، والأنشطة الاقتصادية اللي الدولة بتنوي إن هي تتخارج منها، وتفسح المجال للقطاع الخاص إن هو يكون بيقود الطريق في التنمية الاقتصادية. طب التخارج هنا، لأنه بدأنا نسمع كلام كتير جدا عن فكرة طيب تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، ده معناه إيه؟ البعض قال لك هل ده معناه إنه هيتم بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ولا التخارج آلية التخارج دي هتتم إزاي؟ ودور هنا القطاع الخاص، هل هيكون في تشارك؟ هل هتكون يعني ملكية دون إدارة على سبيل المثال؟ يعني كلمة تخارج معناها إيه؟ طب خليني أرجع خطوة كده ونقول هو دور الدولة إيه أصلاً، عشان نقول هي ليه بتتخارج. الدولة المفروض إنه هي دورها المنظم، هي اللي بتضع القوانين وبتضع اللوائح وبتضع الرولز بتاعتنا والقواعد للعملية الاقتصادية كلها، وبالتالي هي المفروض إنه ده يكون دورها. في صح. فترة ما الدولة دخلت كلاعب أساسي في الاقتصاد، وزودت على الدور بتاع التنظيم ده أو دور المنظم ده إنه هي شاركت في العملية الاقتصادية، وابتدت تنشئ مشاريع اقتصادية وتدير تمتلك وتدير هذه المشاريع. الفترة دي كان فترة فيها مخاطرة عالية جدا، الفترة دي كانت فترة بيعزف المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي وأصحاب القطاع الخاص المحليين والأجانب إن هم يدخلوا بيئة الاقتصاد، لأن هم قلقانين وما كانش فيه ثقة في الاقتصاد وما كانش فيه أمن، وكانت الدنيا فيها لخبطة، وبالتالي ده بينفر أي مستثمر إن هو يكون موجود. المرحلة اللي احنا فيها هي مرحلة على العكس تماما، مرحلة فيها استقرار سياسي وفيها استقرار اقتصادي، وبالتالي الدولة بتفسح المجال للقطاع الخاص وللمستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ان هو يدخل، وهو اللي ياخد الطريق او هو اللي يكمل المسيرة الاقتصادية. فعشان كده هو دلوقتي ده الوقت اللي بيحصل فيه التخارج بعد ما حصلت البنية التمهيدية. طب احنا من المفترض ان احنا نرفع استثمارات القطاع الخاص من 30% ل 65%، بالضبط، يعني اكتر من 100%، يعني بنزودها الضعف، اكتر من الضعف. بيئة الأعمال والإيكو سيستم أو المعوقات اللي موجودة البعض يعني بيتكلم عنها دي هنوزلها إزاي؟ طيب هو علشان التخارج يحصل يبقى لازم يكون له تمهيد. التمهيد ده زي ما حضرتك قلتي كده لازم بيئة الأعمال تكون مؤهلة، بيئة الأعمال تكون جاذبة للمستثمر إن هو يجي ويبتدي ياخد الليد أو هو اللي يمسك الطريق. بيئة الأعمال لما درسنا وشفنا الانتقادات أو شفنا المعوقات اللي بيشوفها المستثمر لقيناها في عدة محاور، ولقينا أنه حتى المؤسسات الدولية في تقرير التنافسية أو في تقرير الدوينج بيزنس بتتكلم عن المعوقات اللي موجودة في مصر. اشتغلنا على هذه المعوقات، لو مثلا بنتكلم على عملية تخصيص الأراضي، دي كانت أحد المعوقات اللي كانت موجودة، ودايما المستثمر بيشتكي أن أنا عندي مشكلة في عملية تخصيص الأراضي. دلوقتي احنا بمنتهى الوضوح، والسيد رئيس الوزراء أعلن أكثر من مرة أنه تخصيص الأراضي لم يعد هناك مشكلة في عملية تخصيص الأراضي، وده بيكون عن طريق يا إما أن احنا بناخدها بحق انتفاع، أو بناخدها أن احنا بنأجرها لغاية الامتلاك، أو أن احنا بنشتري الأرض دي بثمن المرافق، وبالتالي بقت عملية تخصيص الأراضي واضحة جدا للمستثمر على حسب المنطقة اللي هو عايز يكون فيها، وعلى حسب الآلية اللي هو عايز يتعامل فيها في الأرض. عندنا هذه الآلية واضحة، وبالتالي ما بقتش أحد المعوقات زي ما كانت معوق موجود. طيب اللي أنا فهمته من حضرتك أنه التوجه دلوقتي هو خروج الدولة أو تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية. طيب معايير الأنشطة
الاقتصادية اللي هتخرج منها الدولة؟ ده سؤال كويس قوي. هو دلوقتي التخارج بيكون طبقا للمعايير اللي احنا شايفين انه الدولة ما تستمرش في هذه الأنشطة. فمثلا احنا حطينا عملنا سكورينج سيستم او جينا نشوف المعايير دي ودينا لكل معيار نقاط معينة، وبناء عليه لما بيجي نشتغل على النشاط بنشوف المعيار ده عنده كام، قد ايه محصل، قد ايه من النقاط، عشان نقرر ان الدولة هتتخرج نهائيا او هتتخرج جزئيا او هتبقي على ما هي عليه. من ضمن المعايير دي مثلا لما نكون بنتكلم على أنشطة استراتيجية بتمس الأمن القومي أو بتمس الأمن الاستراتيجي، في هذه الحالة يبقى الدولة المفروض تكون موجودة أو بنقي على الدولة. أنشطة بيكون نسبة المخاطرة فيها عالية جدا، وبالتالي القطاع الخاص ممكن يخاف أو يقلق أو يعزف عن إن هو يدخل في هذه الأنشطة، فبالتالي الدولة هي اللي بتكون موجودة في الأنشطة اللي نسبة المخاطرة ممكن تكون فيها عالية. أنشطة محتاجة بنية تحتية أو بنية أساسية كبيرة، وبالتالي ولا تستطيع أن يعني تتحمل تكلفتها، نفقتها بالضبط كده، الخاص ما يقدرش يتحمل نفقتها، فالدولة تكون موجودة فيها. فهذه هي المعايير اللي بنقول اللي على أساسها الدولة هتتخرج أو هتبقى أو هيبقى في المشاركة زي ما كنا بنتكلم. التخارج بقى هيتم إزاي؟ التخارج هيتم مثلا طريق طرح بالزبط. من خلال البورصة هيتم إزاي؟ بالضبط كده. هو في عندنا طرق عديدة للتخارج. هو التخارج ان انا بخف الوجود بتاعي، بخف الوجود بتاعي كدوله، ممكن اخرج نهائيا. خروج نهائيا ده يبقى حصتي دي يا اما بتتباع لمستثمر استراتيجي، وطبعا بيكون في خبراء وبنوك استثماريه بتدرس هذه العمليه علشان نشوف افضل طريقه بنقدر نعمل بيها التخارج على حسب النشاط. ممكن يكون مستثمر استراتيجي هو اللي هيحل محل الدوله من الخارج او من الداخل، ممكن بتطرح حصتها في البورصه وبالتالي بيحصل فيها اكتتاب من كل المستثمرين اللي موجودين في البورصه. بقى البعض ممكن يقول انه البورصه ليست في افضل احوالها نتيجه العوامل المحليه وعالميه احنا عارفينها، ف هو البورصات في العالم كله مش في افضل حالتها. البورصات في العالم كله بسبب الحرب وقبلها كان الكوفيد هي مش في افضل حالتها، والخساره اللي موجوده في البورصات في العالم كله مش بنتكلم على مصر بالاخص، هي ارقام كبيره جدا. ولكن هو البورصه دايما ابس اند داونز، بتطلع وبتنزل وعرض وطلب، وهي بتبقى مراه للاوضاع الاقتصاديه المحيطه. فهي لو دلوقتي مش في افضل حالتها يبقى بلغه السوق هو ده افضل وقت للشراء. انت دايما بتشتري والحاجه رخيصه مش والحاجه غاليه، لانك بتتوقعي والحاجه وهي سعرها قليل انك هتشتريها دلوقتي علشان قدام شويه سعرها هيعلى. ما انا مستثمر بقى، انا عايز انتهز فرصه، فالفرصه دي هي ان انا اشتري في الوضع اللي السعر فيه منخفض علشان ابيع لما الوضع يبقى سعره افضل. دايما كده في مقوله دايما بنسمعها من المستثمرين ورجال الاعمال ان الريسك او المخاطره دي باب الثروات، يعني صحيح صحيح. طيب برضو في سؤال متعلق بالصندوق السيادي ودوره في إدارة الاستثمارات، هنا دوره في هذه المرحلة إيه؟ لأنه كمان المستثمر على ما أعتقد في ثقة لهذا الصندوق نظرا طبعا للخطوات اللي بيتخذها. أوكي. هو احنا لما بنتكلم على الصندوق السيادي المصري، هو الصندوق السيادي المصري يعني الحمد لله ابتدى يكتسب ثقه كبيره جدا من المستثمرين سواء كان جوه مصر او خارج مصر، لانه بيتعامل بمهنيه وحرفيه عاليه جدا. وبالتالي هو الصندوق هو بيدير الاصول بتاعتنا، الاصول بتاعه الدوله المملوكه للدوله. لما نيجي نتكلم مع المستثمرين بيبقى الصندوق السيادي هو الوجهه اللي بتتعامل مع صناديق سياديه اخرى او مع المستثمرين الاستراتيجيين او المستثمرين الكبار في العالم. لما يجوا يطرقوا الباب وعايزين يتكلموا على استثمار معين يبقى الباب اللي بيدخلوا منه لما تكون هذه الاستثمارات متعلقة بالدولة هو الصندوق السيادي. وبالتالي احنا مش بنخترع العجلة، هو ده النظام المعمل بيه عالميا. الصناديق السيادية بتاعت الدول كلها بتتعامل بالطريقة دي، انه هي تبتدي تروج لاستثماراتها عن طريق الصناديق السيادية بتاعتها، سواء صندوق سيادي مع صندوق سيادي او صندوق سيادي مع مستثمرين حابين ان هم يدخلوا الدولة عن طريق الرسمي او الاوفيشال للاستثمارات. طيب حضرتك يمكن قلتي في هذا الحوار انه الدوله او الحكومه هي الريجوليتر، هي المنظمه، هي التي تضع القوانين. وفقا لفهمي يعني انه احنا مش عايزين يبقى في تنافس، احنا عايزين يكون في تكامل ما بين الحكومه والقطاع الخاص في هذه الانشطه الاقتصاديه. التكامل ده هيتم ازاي؟ طيب هو الريجوليشنز تاني او الدور المنظم بتاع الدوله ده
بيكون في انه هي بترعى بيئة الاعمال نفسها وتخلي البيئة دي تنافسية، يعني ما حدش يكون عنده اكسس لحاجة مش عند حد تاني، ما حدش ياخد ميزة مش موجودة عند حد تاني. فتلاقي مثلا عندنا جهاز حماية المنافسة، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ده عينه على السوق طول الوقت وبيشوف لو في اي نوع من العمل او من الاعمال فيها نوع شبه ممارسات احتكارية، بيبتدي يتكلم ويقول انه طبقا لقانون المنافسة ده لا يليق، ويبتدي ياخد الكيس بتاعته ونشوف الحالة دي. عندنا هيئة الرقابة المالية، هيئة الرقابة المالية هي المفروض انه هي الريجوليتر بتاع الأنشطة المالية الغير مصرفية. عندنا البنك المركزي اللي هو المفروض ان هو مستقل واندبندنت وبيبص على السياسه النقديه. كل دي الادوات اللي موجوده عند الدوله اللي بترعى بيها ان يكون في التنافسيه. كلمه تنافسيه مش معناها ان احنا بننافس بعض، ولكن تنافسيه معناها ان احنا كلنا على حد واحد من ال 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 ما فيش حد عنده ميزه عن الاخر. الحياد التنافسي بالظبط، ان احنا عندنا حياد بالظبط، انه في حياد ما فيش حد عنده ميزه عن الاخر. فكلمه تنافسيه مش معناها ان احنا بننافس بعض، ولكن ان احنا كلنا واقفين على نفس المستوى، نفس الفرص من الشفافيه، وبالتالي التكامل مع القطاع الخاص والتكامل مع ال ال في عملية التخرج اللي بتدي تكامل للدولة مع القطاع الخاص، فإنه الدولة بتقوم بدورها كمنظم والقطاع الخاص بيقوم بدوره كمنتج وكفرص عمل بيوفرها لنا علشان يحدث هذا التكامل. طيب الكلام ده مهم جدا، والناس ممكن تقولك يعني تطبيقه كمان هيعود بنفع على كل الناس، ولكن البعض ممكن يتساءل إنه في حالة عدم اليقين أو اللا يقين اللي العالم كله بيمر بيه بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، إزاي هنشجع المستثمرين؟ يعني لأنه هل برضو في نفس الظروف اللي العالم كله بيمر بيه في الوقت الحالي المخاطرة هي باب الثروات؟ يعني هل ده يطبق في الحالة؟ العالم كله دلوقتي عنده التحدي اللي موجود عندنا، إن هو بيحاول يجذب الاستثمارات لأنه حالة عدم اليقين اللي حضرتك اتكلمتي فيها دي، وبالتالي جذب الاستثمارات او طمانه المستثمرين علشان يدخلوا السوق بتاعنا ويبتدوا يبقوا موجودين كلاعبين اساسيين بتيجي عن طريق ان احنا بنخلي في حياد تنافسي. وعشان كده تم انشاء المجلس الاعلى للتنافسيه والحياد التنافسي، رساله قويه جدا ان احنا عندنا حياد تنافسي، وان احنا كنوع مكمل للوثيقه لازم يكون في الحياد التنافسي. فاحنا بنطمن المستثمرين ان احنا في عندنا تنافسيه وفي عندنا هذا الجهاز اللي بيرعى الحياد التنافسي. النقطه الثانيه اللي حضرتك برضو ذكرتيها في الايكو سيستم نفسه، ان انا بخلي البيئه التنافسيه او بيئه الاعمال بيئه جاذبه وليست بيئه طارده، بان انا بدي الحوافز، ان انا بقى عندي القوانين اللي بتراعي العمل والعمال والاعمال، علشان اقدر ان المستثمر لما يجي وهو مطمن. المستثمر بيبقى قلقان من ايه؟ قلقان من انه يبقى في تخبط مره كل شويه بيحصل تغير سياسي. لكن لما بتقولي له ان في عندي بيئه مستقره وان انا عندي قوانين والقوانين دي بتضمن الاستمرارية والاستدامة في بيئة الأعمال، هو خلاص بيبقى مطمن. اللي بيحصل بقى في العالم ده على العالم كله، لكن البيئة بتاعتنا بقى فيها نوع من الاطمئنان للمستثمر، لأن أنا بقول له أنه البيئة بتاعتي دلوقتي الضرائب شكلها عامل إزاي، الجمارك شكلها عامل إزاي، الحوافز اللي هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء بيديها شكلها إيه، والمدة شكلها إيه. كل دي بتطمن المستثمر وتحسسه أنه هو جاي على بيئة ما فيهاش تخبط. طيب الـ State Ownership Policy أو وثيقة الملكية موجودة في عدد من الدول، والوثيقة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي هي وثيقة وطنية، خلاصة كده معايير وآليات تجارب عدد من الدول، من المفترض أنه شارك فيها كمان عدد من الخبراء الاقتصاديين الكبار في مختلف القطاعات. وحضرتك بتتكلمي عن مواضيع مهمة جدا يمكن دايما المستثمرين بيتكلموا فيها، فكرة أنه الإيكو سيستم، بيئة الاستثمار أو البيئة التنافسية، الحياد التنافسي، أكسس تو لاند أو يبقى في نفس الفرص لجميع المستثمرين، الشفافية، تفعيل قانون التنافس، دي كلها يعني مطالب للمستثمرين. صحيح. وتطبيقها مش سهل. هو في الأول هي لازم تبقى موجودة وبعدين بنرعى التطبيق بتاعها، فعشان كده تم إطلاق الوثيقة، ودلوقتي هي في الحوار المجتمعي علشان تظهر في صورتها النهائية بعد 3 شهور زي ما السيد رئيس الوزراء أعلن لما أطلقناها تقريبا من 3 أسابيع أو من شهر.
في المرحله دي بقى اللي هي من بدايه الاطلاق للحوار المجتمعي حتى الانتهاء من الحوار المجتمعي بيحصل ايه؟ بيحصل جلسات عمل كل يوم، جلسات عمل متخصصه جدا على هذه الوثيقه. في الجلسات دي بيكون فيها مستثمرين واصحاب اعمال من القطاع الخاص ومن اساتذه الجامعه في كل قطاع من القطاعات المتخصصه عشان يبتدوا يتكلموا عن الرود ماب او الطريق، خريطه الطريق دي المفروض يكون فيها ايه والخطوات تكون ازاي، علشان بعد كده لما الوثيقه تظهر في الصوره النهائيه بعد الحوار المجتمعي تبقى خدت في اعتبارها ليس فقط اراء الخبراء الدوليين ولا المؤسسات الدوليه، لان احنا خدنا الخبراء الدوليين وخدنا المؤسسات الدوليه عندنا وخدنا كمان الخبراء من القطاع الخاص بالظبط واخدنا الخبراء من القطاع الخاص. دلوقتي بقى احنا بناخد تفاصيل التفاصيل من كل اللايرز او من كل الطبقات، وفي التطبيق اللي عامله مركز المعلومات بتاع مجلس الوزراء، تطبيق شارك اللي هو طول الوقت بيعلن عن الجلسات اللي اتعملت والجلسات العمل اللي اتعملت دي والمخرجات بتاعتها، ويشوف الاراء بتاعه الناس علشان نشارك ناخد هذه الاراء وتبتدي تترجم لمعايير تتحط في الوثيقه. طيب المواطن بقى، بالنسبه للمواطن، هو المواطن يعني هيبقى شغله الشاغل انه طب انا هستفيد ايه من هذه الوثيقه؟ انا كمواطن في النهايه انا عايز فرصه عمل باجور ملائمه وعايز سلع وخدمات تنافسيه مستوى المعيشه بتاعي بالظبط كده، هزود انتاجيته ازاي بالظبط؟ طيب المواطن بيهمه حاجتين زي ما حضرتك قلتي، ان هو عايز فرصه عمل بالاجر اللائق اللي يخليه يقدر يتحمل مستوى المعيشه، وعايز سلع وخدمات تكون بكواليتي او بجوده مرتفعه وبسعر تنافسي. ده كله هيكون موجود عن طريق اشراك القطاع الخاص اكتر، وعشان كده كانت الرؤيه في الاول انه حجم القطاع الخاص احنا باكتر من مضاعفته، هو 30% من الاستثمارات احنا عايزينه يوصل ل 65%، يعني اكتر من الضعف. ده معناه انه في عدد من الاعمال اكتر او عدد من اصحاب الاعمال اكتر او عدد من المشاركين في العمليه الانتاجيه اكتر، يعني هيدينا فرص عمل اكتر وفي انتاج اكتر، وبالتالي لما يبقى عندي انتاج اكتر يبقى معنى كده انت عندك سلع وخدمات اكتر، فانت تنقي منها على حسب السعر والجوده اللي انت شايفاهم، وفي الاخر احنا موجود عندنا المستهلك اللي هو بيقرر يشتري السلعه دي او السلعه دي على اساس هو شايف الجوده بتاعتها وشايف السعر بتاعها. كل ما بتشركي القطاع الخاص اكتر كل ما بتعملي تنوع اكتر، وبالتالي بتدي ارضاء للمستهلك اكتر اللي هو يهمه ان الفلوس بتاعته اللي تعب وشقي فيها لما يجي يشتري حاجه يلاقيها متوفره وبجوده مرتفعه وبسعر تنافسي. صحيح. يمكن انا متذكره جدا حديث القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افطار الاسره المصريه لما قال ان المستهدف خلال 4 سنوات على ما اعتقد هو 40 مليار، يعني لو قلنا كده 40 مليار دولار، يعني كل سنه 10 مليار دولار. طيب ال 10 مليار هنستثمرهم في ايه؟ هنعمل بيهم ايه؟ هو احنا ال 10 مليار دول هو دول احنا عايزين نكتذبهم، عايزينهم ان هم يجوا لنا، وبالتالي احنا عايزين ال 10 مليار نجيبها في السنه كاستثمارات، فاحنا عايزين ندعو المستثمرين يبقوا موجودين يستثمروا عندنا، فندخل البلد 10 مليار دولار استثمارات. لما بتدخل البلد 10 مليار دولار استثمارات طبعا ده بيقوي قيمة الجنيه بتاعنا وبيخلي القدرة الشرائية بتاعتنا أفضل، وبيخلي فيه عندنا نقد أجنبي نقدر ان احنا نجيب بيه المنتجات الأساسية ونقدر ان احنا نجيب بيه السلع الوسيطة وأدوات الإنتاج علشان نزود المصانع بتاعتنا ونعلي الإنتاجية بتاعتنا. احنا أصلا عناصر الإنتاج عندنا موجودة، عندنا كل المقومات، المرافق، البنية التحتية، الغاز، الكهرباء، موقعنا الاستراتيجي صحيح، والعمالة ما تنسيش ان احنا عندنا عمالة، لأن احنا عندنا محتاجة تدريب اكتر طبعا، عندنا حجم سكان، حجم السكان ده اكتر من نصه من الشباب، وبالتالي انت عندك سواعد هايله موجوده جدا. فلو انا مستثمر جاي من بره بشوف اللي حضرتك بتقولي عليه، اولا بشوف الموقع الجغرافي اللي هو استراتيجي وهايل ورائع، لان احنا في متوسط قارات العالم، فلو بتتكلمي على سلاسل امداد او بتتكلمي على اسواق احنا ممكن نكون محور لسلاسل الامداد ومحور للاسواق في نفس الوقت. لو بنتكلم على الارض فاحنا الحمد لله عندنا الارض، وعمليه تخصيص الارض دلوقتي ما بقاش فيها اي مشكله. عندنا كل هذه المقومات، ولكن هناك بعض المعوقات اللي بنحاول ان احنا نسهلها ونذللها للمستثمر، وبالتالي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا برضو نلقي الضوء عليها الرخصه الذهبيه دي، اهميتها ايه وازاي هتذلل الرخصه الذهبيه وهي مدتها 20 يوم علشان نحصل عليها. ما هو دلوقتي المستثمر لما بيجي بيبقى عايز يحصل على التراخيص عشان يبتدي يزاول النشاط بتاعه. التراخيص دي معناها ان هو محتاج يشوف النشاط بتاعه ده ايه اللي مطلوب منه علشان يقدر انه يزاول هذا النشاط، فده ممكن يكون بياخد بعض الوقت منه، فده احد المعوقات اللي كتير من المستثمرين قالوا لنا عليها.
الرخصه الذهبيه دي هي في ايد رئيس الوزراء، بيطلقها رئيس الوزراء للمستثمر الجاد اللي عنده دراسه جدوى بتتكلم عن مشروع، المشروع ده له المخرجات بتاعته، وفي نفس الوقت المشروع ده من ضمن الخريطه الاستثماريه اللي احنا محتاجينها في هذا الوقت. لما بيقدم دراسه الجدوى بتاعته بنشوف ان المشروع والاستثمار بتاعه هو استثمار جاد وحقيقي وهيفيد الدوله، رئيس الوزراء ممكن بيصدر مباشره الرخصه الذهبيه اللي هي بتاخد 20 يوم علشان تطلع هذه الرخصه، اللي خلاص بتنفي عنه اي رخص اخرى. هو بقى معاه الجولدن باس ده او الجولدن لايسنس دي اللي هي خلاص ما بتخليهوش ياخد اي رخصه من اي حته ثانيه. استراتيجيه تنميه صناعه السيارات دي كمان يعني ده حلم ان احنا نعمق ونصنع سيارات محليه في مصر، التصنيع المحلي بشكل عام، توجه الدوله المصريه. كلمينا عن هذه الاستراتيجيه واهميتها. الحقيقه يعني الاستراتيجيه دي احنا بقالنا مده طويله بنشتغل عليها يعني، والحمد لله ان احنا يعني اخيرا حصل التوافق على هذه الاستراتيجيه، لان احنا مش استراتيجيه احاديه من وجهه نظر الدوله فقط او من وجهه نظر الحكومه، احنا معانا المصنعين ايضا كانوا في الاستراتيجيه معانا طول الوقت علشان نقدر نظهر بهذه الاستراتيجيه، ومعانا ايضا اتحاد الصناعات اللي هو راعي الصناعات في الدوله والمتخصصين في هذا المجال. ظهرت الاستراتيجية وتم إطلاقها في شهر مارس من مجلس الوزراء، وبعدين أطلقناها في شرق بورسعيد من أسبوعين تقريبا، السيد رئيس الوزراء أطلقها من هناك، وكان معنا كبرى الشركات المصنعة أو كبرى المصانع المصنعة في شرق بورسعيد وإحنا بنطلق هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية بتهدف إلى أن إحنا بنجتذب استثمارات في مجال صناعة السيارات وبنعمق تصنيع السيارات. بنعمق تصنيع السيارات يعني بنزود المكون المحلي في هذه الصناعة، لأنه صناعة السيارات هي صناعة الصناعات زي ما بنقول، لأنها صناعة بتشد معاها صناعات عندها تكاملات أمامية وخلفية، فبتشد معاها صناعات عديدة جدا من الصناعات المغذية. حضرتك لك أن تتخيلي أن احنا بنتكلم على الضفيرة بتاعة السيارة، بنتكلم على التكنولوجي اللي بنعمل بيها الستارت بتاع العربية، بنتكلم على الكرسي فالجلد داخل فيها، فيها صناعات عديدة جدا بتشدها معاها، فلما الصناعة دي بتنهض بتشد معاها صناعات أخرى. وبالتالي تعميق صناعة السيارات معناها أنه زيادة بتحصل للمكون المحلي في هذه الصناعة، فبتخلقي فرص عمل كبيرة جدا، وفي نفس الوقت بتوفري صناعة السيارات أو بتوفري السيارات، هقلل من فاتورة استيراد العربيات اللي بالمليارات سنويا، بنقلل من فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت خلاص احنا بقى عندنا طرق ممتازة جدا وعندنا مدن جديدة الدولة عملتها، فاحنا أكيد محتاجين سيارات، فلازم نوفر ونتيح هذه السيارات للمواطنين. دكتور جهان، أخيرا يمكن حضرتك قبل كده اتكلمتي عن اقتصادنا، نوع اقتصادنا، وقلتي ان احنا regulated market economy. طبعا اولا فاهمينا ده معناه ايه، وفي نفس الوقت ازاي نحافظ على اقتصاد مرن، ازاي اقتصادنا يبقى فيه الصمود يعني اكتر في ظل التحديات العالميه اللي احنا كلنا او الصدمات، لو ممكن نقول الصدمات الاقتصاديه اللي العالم كله بيمر بيها. اوكي، هو كلمه regulated market economy، هو احنا عندنا الانظمه الاقتصاديه، لو بنتكلم بنصنف الانظمه الاقتصاديه بيبقى عندنا يا اما اقتصاد سوق او عندنا اقتصاد موجه اللي هو بتبقى الدوله هي الامر الناهي فيه. احنا مش 100% اقتصاد سوق ولا احنا 100% كده، احنا في النص، عشان كده بنقول regulated market economy اللي هو اقتصاد سوق منظم. منظم بايه؟ بانه الدوله بتبقى موجوده بتحط قواعد السوق، عشان كده عندنا زي ما قلت لحضرتك جهاز حمايه المنافسه، هو ده بيحط لنا قواعد المنافسه اللي لازم تكون موجوده. الرقابه الماليه بتحط لنا قواعد، الريجوليشن دي هو الدور بتاع الدوله اللي بتقوم بيه. فاحنا وده موجود في الدستور على فكره، ده منصوص عليه في الدستور بتاعنا نوع الاقتصاد بتاعنا ان هو اقتصاد سوق منظم. ازاي نخلي الاقتصاد بتاعنا مرن للصدمات؟ بان الاقتصاد بتاعنا يكون متنوع، والحمد لله احنا بنشتغل على ده، وفي الإصلاحات الهيكلية اللي أطلقناها من سنة تقريبا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بتاعنا، إن احنا بنتكلم على القطاعات اللي الدولة بتستهدف الاستثمارات فيها والدولة بتشتغل عليها، وهي قطاعات فيها أنشطة متنوعة. بنتكلم على الصناعة التحويلية، بنتكلم على الزراعة، بنتكلم على الاتصالات، بنتكلم على السياحة. فالاقتصاد بتاعنا الحمد لله هو من الاقتصادات اللي فيها تنوع، الأنشطة بتاعته متنوعة، وبالتالي الله لا يقدر لما بتحصل صدمة يبقى لو في قطاع هيتأثر في قطاعات أخرى
هتبتدي ان هي تشده او تطلع بيه علشان ما يبقاش معتمد على قطاع واحد فقط، لما يحصل اي صدمه يبقى بيحصل فيه يعني ركود او يحصل فيه تدني، لكن احنا عندنا تنوع في القطاعات بتاعتنا. اشكرك جدا على وجودك النهارده معانا وعلى هذا الحوار، ويا رب ان شاء الله باذن الله هذه الوثيقه وثيقه ملكيه الدوله تقدر ان هي ترفع من استثمارات القطاع الخاص، لان احنا في حاجه كبيره جدا لهذه الاستثمارات المحلية قبل حتى الأجنبية، توفر فرص عمل كمان لعدد كبير من المواطنين بأجور ملائمة. صحيح. شكرا ليكي. شكرا دكتور جيهان مصالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.